ولذلك نحن مرة أخرى نقول مشكلتنا ليست العهد الخامسة، تذكروا هذا دائما، تذكروا أن مشكلتنا لأن العهد الخامسة. تخيلوا يعني حولك بوتفليقة ويجيبوا لك مثلا، نعطيك مثال، مثال بسيط، آخر واحد ظهر من هذه العصابة هذا اللي يسموه بوشوارب ولا بوشارب، آخر خرجاته اليوم يقول لهم أنه بوتفليقة مرسول من عند الله، احنا عندنا رسول احنا ما على بالناش. تخيلوا وين يوصل السفاهة نتاعهم، تخيلوا وين توصل وين يوصل الخبث نتاعهم، وين يوصل العته نتاعهم. وكانوا يتعاملوا مع ناس معتوهين، يعني مش مع كون جات حيوانات، ربما الكلاب المدربة ما يتعاملوش معها بالطريقة هذه. أو الشعب الجزائري راهو أذكى منكم وأعظم منكم. إذن تخيلوا لو كان ما كانش عهدة خامسة وجابوا لنا. ولذلك أنا قلت قبل 10 أيام لما أعلنوا على العهدة الخامسة كانت الناس ديموراليزي، قلت لهم لا افرحوا، العهدة الخامسة راح تجمع الجزائريين، واللي كان في النص نص واللي كان راح خلاص يغضب، وهذا اللي حدث الحمد لله، فاتش عليه كثير وحدث. إذن رايحين تخيلوا يجيبوا لكم الآن هذا بوشارب يحطوه لكم بدل، وهي بدات لويزا حنون تبيع لهم فيه. لويزا حنون هذه خدمتها دائما بالمناسبة، فهي تبدو وكأنها معارضة، ولكنها في الحقيقة هي خدمتها دائما تمرير بعض الأشياء اللي تريدها العصابة. هاي بدأت تقول لو كان نوخروا شهر ولا شهرين الانتخابات لواش الآن باش يجيبوا واحد كما بوشارب ولا واحد كما طبون ولا واحد كما من 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 أبناء العصابة. يعني لا، إذا القضية ليست العودة الخامسة إخواني، العودة الخامسة نحن نعرف أنها ساقطة وانتهت الجمعة، المسيرة تاع الجمعة اللي فات أنهتها الجمعة هذه، المسيرة تاع الجمعة هذه وما بينها من المسيرات، فإن شاء الله تسقط وتبدأ في تفكيك العصابة. هم بدأوا يتفكوا، هاي بدأت الانشقاقات، ما نقدرش نقول لكم على بعض الأشياء، إن شاء الله تسمعوها بالك في الساعات القادمة أو الأيام القادمة، بعض الأخبار اللي تتعلق خاصة بانشقاقات معينة تحفظ عليها في الوقت الراهن، لأن أهلها ما زال ما هوش في أمن أو في مكان آمن، لكن إن شاء الله ستسمعونها. إذن النظام بدأ يتفكك.